بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي مادة الطرق العددية، الجزء العملي. بصراحة الجزء العملي راح يكون مختصر جدا نظرا لضيق الوقت ولتقليل الضغط عليكم. المحاضرة راح تكون عبارة عن ثلاث أجزاء، أو بمعنى ثلاث مواضيع الأساسية اللي هي الانتربوليشن، ونتكلم عن الديفرنشيشن والانتجريشن. مثل ما عرفنا سابقا الانتربوليشن اللي احنا اني عندي داتا بمجموعة من القراءات، وهاي القراءات اني اريد اوجد قيمة واي عند اكس غير موجودة ضمن القراءات، فراح نستخدم قلنا طريقة اللي هي نسميها انتربوليشن. بالطرق العددية تذكرون بالجزء النظري استخدمنا عدة طرق اللي هي لنيوتن، سواء كانت فورورد او باكورد، واستخدمنا لاغرانج، واكو بعد عدة طرق ممكن احنا اختصرناها ما تطرقنا لها. هنا راح نحكي عن شلون اسوي انتربوليشن لداتا محددة باستخدام الماتلاب. بالماتلاب اكو اعاز او فانكشن اسمه انترب 1، وبين قوسين اني هنا راح اكتب شنو اريد اسوي انتربوليشن لمنو. بالحقيقة هنا عدة انواع عندي من الانتربوليشن، اللي هو اللينير، النيرانس، سبلاين، والكيوبيك، والى اخره. اكثر نوعين مهمات ويعني كثرة التعامل وياهم هما السبلاين والكيوبيك. بالانتربوليشن لاخذ مثال، لو عندي كانت هاي الدالة اللي هي اكس وواي بها قراءات، واريد نسوي استذكار لعملية البلوت، فيعدي اكس اخذها ادخلها من 0 إلى 5 لانه اريد تزيد بستيب واحد. اذا كانت الستيب هنا مختلفة فاني هنا راح ادخلها على شكل مصفوفة مثل ما مدخلين الواي هنا، والواي ايضا ادخلها على شكل مصفوفة، واعطي اعاز اللي هو بلوت الاكس والواي، وهنا اني اعطيته شكل الكيرف، اعطي يطلع لي نقاط على شكل حرف او، ومعطيته اعاز الجريد اللي هو حتى يطلع لي هاي التقسيمات المقطعة اللي ورا. لو فرض على سبيل المثال assume we want to find the interpolated value for example x equal 3.5، لو كان مطلوب من عندي ايجاد قيمة y عند x تساوي لنا 3.5، فشلون نحل هذا النوع من الاسئلة؟ الحل هو يكون كالتالي، نفس الشيء نكتب الx ونكتب الy بالماتلاب، سواء نكتبها بالكوماند ويندو او نستخدمها بالام فايل بالإديتر، وبعدين نسوي ران الاثنين نفس الشيء نفس النتيجة تعطيني. هذا الإعاز راح يبقى نفسه للبلوت، بس هنا غيرت شكل الكيرف، راح يعطيني لاين والنقاط هي عبارة عن شكل حرف او. جريند اون هاي عرفنا ليش استخدمها، حتى يعطيني هاي التقطيعة اشيلها او اخليها اوف، راح تطلع لي هذا هنا هو مربع ابيض فارغ بدون هاي التقطيعات اللي موجودة بيه. نيو اكس اي تسميه، هاي اريد اسميها اي، اسميها نيو اكس، اسميها زد، اي تسميه اسميها ما يفرق لي شيء، بس المفروض اني اعرف هي شو تمثل لي. هاي تمثل لي قيمه الاس اللي هي مطيني اياها بالسؤال، اللي هو رايد ايجاد قيمه الواي عندها. فالنيو واي راح تساوي لي انترب 1 ني واي اللي هي قيمة واي ما ايضا ما موجودة بالقراءات، واللي اني راح اطلعها عند الاكس تساوي لي 3.5. انتربوليشن المرة راح يساوي لي الاكس وواي، ومنو هنا عندي لنيو اكس، يعني معنى اقول انا عدت قيمة الاكس موجودة وقيمة الواي موجودة، اريدك اضيف لي نيو اكس، هنا اضيف لي قيمة لنيو اكس على قراءات الاكس وتطلع لي من عندها قيمة لنيو واي. فمن اعطيه انتر راح يطلع لي قيمة النيو واي تساوي لنا 4. طب هل هاي القيمة منطقية؟ نرجع للجدول مالتنا. الجدول مطينا الاكس قيمتها 3.5 اللي هي بين 3 و4، فالمفروض القراءة تطلع قراءة الواي تطلع المفروض ما بين منو ما بين 6 و2، وهي فعلا 4 بين 6 و2، اذا الامور ماشية تمام.
زين هنا مثال اخر على الانتربوليشن معطينا داتا اللي هي الانرجي والتمبريتشر بالسؤال عده مطالب البلوت اليو فيرسس تي ارسم لي اليو والتي find the interpolated data and plot it in the same graph يريد يسوي interpolation للداتا هذه وارسمها بنفس الفيجر او الشكل اللي يحوي الرسمات اليو والتي بعدين يسوي تيست على طرق interpolation مختلفة منها السبلاين والكيوبيك واوجد قيمة التي عندما اليو تساوي 2680.78 فالبرنامج بالماتلاب راح يكون كالتالي هاي نعرفها CLC والكلير هي حتى يسوي الكلير للشاشة مالتنا الكوماند ويندو ادخل قيم التي من الجدول وقيم اليو فيجر اوف واحد هنا فيجر يعني معناها يعطيني الشكل رقم الاول راح يكتب لي عليه فيجر 1 بلوت اليو والتي وهنا نعطيته شكل الكيرف هذا الجزء يعني اضافي يعني شيء انا من عندي ضايفته جمالي للشكل او حتى اني اعرف هذا الكيرف الناتج المن يمثل خصوصا اذا اريد ارسم اكثر من كيرف يعني اذا اعطيته بس اليوتي هو راح يرسم عادي ماكو اشكال عنده حتى اوجد هنا هاي الخطوه الرابعه حتى اوجد الانتربوليتد فاليو عند اليو تساوي 2680 فراح اعطي باراميتر اسميه نيو يو اللي هو 2680.78 وهنا أنا أقول له سوي لي interpolation entry 1 U و T و النيو E حتى أسوي spline spline شوية الطريقة مالتها مختلفة عن الـ interpolation قبل لا أسوي spline لازم أسوي أطلع U جديدة اللي هي قيم مالتها مختلفة أطلعها عن طريق منه اللاين سبيس إذا تتذكرون اللاين سبيس أخذناها بداية الكورس الأول بالمحاضرات وكانت أنه أني لو كانت عندي بس أخذت اللاين سبيس و 2500 و 3200 مثلا بس هذه فراح يقسمها إلى 100 نقطة الى 100 نقطة بين 2500 تبدي بال 2500 وتنتهي بال 3200 اذا اخذت اعطيتهم هنا اعطيت هنا رقم فراح يقسم النقاط ما بين 2500 وال 3200 على حسب الرقم اللي انا مطيت اياه هنا هنا اعطينا length of U معناها طول المصفوفة طول المصفوفين تمام النيو تي راح اعطي انترب U والتي منو النيو يو اللي انا سويتها هنا تمام وطيتها هنا هاي اللي الاضافه اللي هي السبلاين السبلاين اللي هو نوع الانتربوليشن اللي انا اريد اسوي اذا اريد كيوبيك اشيل السبلاين هاي واكتب مكانها كيوبيك وهنا راح اعطي البلوت فيجر سميناه فيجر ثاني يرسم لي منو اليو والتي اللي هم الاصليات هذولي النيو يو والنيو تي اللي هم طلعناهم من هاي الخطوة وهنا اعطيته شكل الكيرف فراح يطلع لي هذا الفيجر 1 هنا شوف يسماه هنا أنا فيجر 1 طا اسم فيجر 1 والطا الشكل شكل مالته اللي هو على شكل الاو النقاط تكون على شكل الاو هنا اذا قلت له البلوت اليو والتي يعني خط و او فيطيح يطلع لي على شكل خط والنقاط يمثلها بدوائر زين الخطوه اللي بعدها هذه هنا سما شنو سوا الفيجر 2 هنا حسب لي نيو نيو وطاني قيمه الانتربوليشن اللي هو راح تطلع لي 215 اللي هي تي عند اليو تساوي 2680 تمام وهنا أنا السبلاين اللي سويناها راح يطلع لي هذا الشكل الكيرف بالحقيقة هنا السبلاين والكيوبيك راح تعطيني نفس الـ تقريبا نفس الناتج لأنه النقاط اللي مطيني اياها بالداتا هذه طبيعتها لينير يعني التغير مالتها لينير ما بيها يعني تغيرها مو صاير مثلا زيجزاج او اكسبونينشال او هاي لا هو تغير مالتها يكون تغير خطي
فالكيوبك والسبلاين راح يعطيني نفس النتيجة، فلذلك ما دخلت الكيوبك هنا. إذا تعوضون راح يعطيكم يعطينا نفس الشيء. هاي هي الانتربوليشن، فهاي المطلوب هاي تحفظون هاي الخطوة بالنسبة للسبلاين أو بالنسبة للكيوبك، والانتربوليشن العادي بدون يعني بدون ما أحدد نوع هي هاي هذا الفانكشن هنا مالتها هذه مجرد بس راح ندخل اليو والتي او الاكس والواي حسب شنو احنا عندنا البارامتر مالتنا، ونكتب له نيو البارامتر الجديد اللي هو يعطيني اياه بالسؤال اللي مطلوب اني احسب عنده، واعطي انترب 1 اللي عاز نيو وتي والنيو يو. هذا ما يخص الانتربوليشن. تمام. الموضوع الثاني اللي هو راح نشرحه بالعملية هو الديفرنشيشن أو هو عملية الاشتقاق. صراحة كنت أتمنى أعطيكم يعني برنامج يحسب لكم أو يحل بالديفرنشيشن باستخدام الأويلر ميثود أو باستخدام الرانش كوتة أو التايلر سيريز، لكن الوقت ما يسمح وانتم ايضا مضغوطين هذه الفتره بالدراسه، فاستعاضيت عنها بالاعازات اللي ممكن تستفادون من عندها بالنسبه للاشتقاق والتكامل. السمز اذا تتذكرون او ماخذيها، السمز هي فانكشن او اعاز موجود بالماتلاب استخدمه حتى اعرف متغير، استخدمه حتى اعرف متغير. فمن اكتب سمز اكس فمعناها راح يفتهم انه انا عندي متغير اسمه اكس راح اكتب بيه معادلات، فهنا نطيته اف ترمز لداله اللي هي ساين 5 اكس. لو ردت اشتق الداله اف فراح اعطي اعاز اللي هو ديف مختصر هاي ديف جايه من الديفرنشيشن دي اي دبل اف بين قوسين الاف اللي هو معناها اني اقصد ديفرنشيت اف وذ ريسبكت تو اكس، معناها اشتق الدالة F بالنسبة البن بالنسبة للإكس. فلو اطي اكتبها بالماتلاب بالكوماند ويندو واطي انتر فراح يعطيني الجواب مالتها هو 5 كوساين 5 إكس، اللي هو مشتقة الساين كوساين ومشتقة الخمسة إكس هي 5. زين، لو اخذنا فانكشن ثانية سميناها G اللي هي اكسبونينشال إكس كوساين إكس، وأردنا نشتقها سميت ال y function اسمها y تساوي لنا def of g اللي y هي عبارة عن مشتقة لل g، فراح يشتق لي اياها اللي هي y exponential x cosine x ناقص exponential x sine x، وهذه يعني هي الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. طيب لو ردت إيجاد قيمة المشتقة، قيمة المشتقة عند x محددة، عند x محددة يعني سأنا حليت حاليا واريد اوجد قيمة هاي المشتقة عندما ال x تساوي لي 2، فهنا عندي راح two functions او اعازين اللي هو subs جاية من substitute التعويض substitute مختصرها sub، وال VBA اللي هي يطلع لي النيوميريكال فاليو مالت المشتقة. فحتى اوجد المشتقة مال جي عندما x يساوي 2 راح استخدم هذا الإعاز VBA المن يعني معناه هذا اقول له اوجد النيوميريكال فاليو القيمة العددية للدالة y عندما تكون ال x تساوي 2، اوجد ال VBA أوجد القيمة العددية ل y عندما ال x تساوي ل 2. subs معناها عوض كل x موجودة ب y بمقدار 2، عوض كل x موجودة ب y بمقدار 2. فلما أكتب هذا الإعاز وأطي انتر راح يطلع لي قيمة المشتقة هذه أو قيمة هاي المعادلة بعد ما عوض x يساوي ل 2. زين، هاي لو كانت مشتقة من الدرجة الأولى. لو ردت مشتقة من الدرجة الثانية أو المشتقة الثانية اللي هي second derivative بها طريقتين. الطريقة الأولى واللي هي المبسطة
اللي متطورة أكثر اللي هي def الجي اللي هي الفانكشن مالتي واثنين، هاي راح يعطيني مشتقة من الدرجة الثانية. أو طريقة ثانية أكتب def 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 بين قوسين def بين قوسين جي، يعني اشتق المشتقة، اشتق مشتقة جي، اشتق مشتقة جي، تمام؟ هاي طريقة وهاي طريقة، طبعا هاي أسهل وممكن أنا استخدمها لإيجاد الطريق المشتقة الثانية الثالثة الرابعة إلى أن من المشتقات حسب أنا شقد أريد الرتبة مالت أو الأوردر مالت المشتقة مالتي. فيا أما أكتب ديف والدالة مالتي شنو أنا سميتها والاثنين هنا شقد يعني هو الأوردر مالتها مشتقة من الدرجة الثانية فأكتب اثنين، مشتقة من الدرجة الثالثة فأكتب ثلاثة وهكذا. أو أكتب ديف بين قوسين ديف جي، فهنا راح يطلع لي من الدرجة الثانية. لو خليت ديف خارجية هنا فهاي المفروض أخليها بين قوسين راح يعطيني إياها من الدرجة الثالثة وهكذا، كلها تعطيني نفس الناتج. هنا بعض الكوماندز أو الإعازات اللي موجودة بالماتلاب حسب التعبير الرياضي إلها. دي اف على دي اكس يعطيني ديف اف، اكتبها يا اما بهالشكل هذا فهو راح يفهم مباشرة انه هو اشتق الاف بالنسبة لإكس، او ديف اف واكس نفس الفكرة اثنيناتهم يعطوني نفس الشيء اللي هو يشتق الاف بالنسبة لإكس. دي اف على دي اي هنا راح اعطي ديف الاف والاي فهو راح يشتق لي الدالة او الفانكشن اف بالنسبة لمن؟ بالنسبة للاي. هنا عندي دي سكوير اف على دي بي سكوير، عندي هنا مشتقة من الدرجة الثانية بالنسبة لي بي، فراح يكتب ديف الدالة مالتي اللي هي اف اريد اشتقها بالنسبة منو؟ اريد اشتقها بالنسبة بي، بالنسبة لبي، والدرجة مالتها شقد؟ درجة مالتها اثنين. هنا الجاكوبيان ما اعرف اخذته بالتحليلات الهندسية او لا، الجاكوبيان فاكتور اللي هو partial RT على partial U والV، فتنكتب بهالصيغة هاي جاكوبيان، بفتح قوس دائرية بعدين داخلها قوس مربع R فارزة منقوطة T فارزة وقوس مربع آخر U فارزة منقوطة وV، تمام؟ هاي هي الكوماندز باستخدام الماتلاب لإيجاد المشتقة. الانتجريشن احنا اخذنا طرق للانتجريشن اللي هي الترابيزويدال والسمسر رول والجاوس كوراد والكوادراتو، فهنا راح نشوف شلون اسوي انتجريشن باستخدام الماتلاب. اللي عاز مالته هو INT. لو اخذنا على سبيل المثال هذا الانتجريشن اللي هو تكامل غير محدد xn للدي اكس، فراح ينكتب INT بين قوسين x كاب، هاي نسميه كاب n اللي هو x اس n، فهو راح يفهمها مباشرا انه اني اسوي تكامل بالنسبة لمن؟ لهاي الدالة بالنسبة لx. او اكتبها مثل شغلة الديفرنشيشن INT x اس n و x، تمام؟ اذا كان عندي تكامل محدد هنا من صفر الى باي على 2 ساين 2 اكس، فراح يصير انت ساين 2 اكس، وهنا انا اكتب له منو حدود التكامل اللي هي صفر، والباي بالماتلاب تنكتب بي اي على 2، او نفس الصيغة هاي بس قبل لا اكتب الصفر والباي على 2 اللي هي تمثل لي حدود التكامل اكتب له اكس اللي هي يعني انا اسوي التكامل بالنسبة لاكس. هنا لو كان عندي function نسوي تكامل لـ function، هو معرف الـ function بالبداية، فأكتب cosine الـ a في t زائد الـ b اللي هي عرفت الـ function، وراح يصير عندي هنا int للـ g or int g و t. نفس الشيء هنا لو عندي البصل فانكشن، هنا لو كان بي حدود تكامل فأكمل أدخل حدود التكامل أخلي فارزة وأضيف بعدها حدود التكامل.
بالبصل فانكشن نفس الشيء، اكتبها بصل جي مرتبة الاوردر واحد وبالزيت، او هنا نفس الشيء اسوي بصل جي واحد فارز الزيت وبالنسبة لمن بالنسبة للزيت. هذا كل ما يخص الانتجريشن والديفرنشيشن والانتربوليشن باستخدام الماتلاب. أتمنى أن تكون المحاضرة واضحة، وأي سؤال أو استفسار ممكن تذكروا لي بالكلاس روم مالتكم.